أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها قناعة كبيرة بضرورة الانطلاق لاستعادة مكانة مصر عربيا وقاريا. وخلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للملتقى الدولي بناة مصر الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال مدبولي إن شركات المقاولات المصرية اكتسبت خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يمكنها من نقل خبراتها للخارج والمساهمة في إعادة إعمار بعض الدول، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه على أرض مصر هو معجزة هندسية وفنية تشهد لها كل المؤسسات الدولية. هذا الملتقى المهم اللي هو النهاردة في دورته الخامسة يعني بيركز على موضوع من أهم الموضوعات، وهو موضوع تصدير صناعة المقاولات والعقار المصري. وأيضا أعتقد بنتكلم هنا وإحنا موجود يعني موجود معانا إخواتنا من قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط على كيفية تأصيل وتقوية التعاون والتكامل ما بين دولنا وبعضها البعض.